أهلا بكم إلى برنامج الصحافة اليوم، والبداية محليا من نيوز يمن التي طالعتنا بالعناوين التالية: مصرع ثلاث قيادات حوثية وأسر آخر في جبهة قانية، مقتل الصماد في تعليقات الشرعية والإصلاحيين، اختراقات أمنية ومحاولة استثمار لحشد الموالين، تعليقات نسائية على قتل الصماد، يأكل تفاح جيز الناس كأول رئيس لم يسلم مرتبات لموظفيها. على خلفية اتهامات بالفساد، مسلسل الاستقالات يعود إلى الواجهة. أسفرت الخلافات المحتدمة بين قيادة عليا تابعة لميليشيات الحوثي جراء تبادل اتهامات بالفساد إلى عودة مسلسل الاستقالات إلى الواجهة، كأن آخرها هذه المرة استقالة وزير ما يسمى المالية في حكومة صنعاء التابعة لميليشيا الحوثية، بعد أن علق في خلافات بين قيادات حوثية بشأن قضايا فساد ونهب للمال العام، واتهام الوزير من قيادات حوثية بالتورط والتواطؤ مع قيادات أخرى في نهب مبالغ مالية طائلة. الحوثي ينصب المشاط رئيسا للمجلس السياسي. وكالة خبر طالعتنا بالعناوين التالية: الصماد تمت تصفيته من قبل الحوثيين لهذه الأسباب، مقتل أربعة وإصابة آخرين من مسلحي الحوثي في الضالع جراء تفجير أحدهم قنبلة يدوية، ما وراء تأجيل إعلان الحوثيين نبأ مقتل الصماد، وكيف كذبت قناة المسيرة ما أوردته المسيرة، وهل قتل بغارة أم تمت تصفيته؟ ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع صالح الصماد، مصرع وإصابة 20 حوثيا بمواجهات غرب تعز. عدن الغد طالعتنا بالأخبار التالية: أهالي أحياء عدن بالممدارة بلا كهرباء منذ أسبوع. التحالف العربي ينشر فيديو لحظة استهداف سيارة صالح الصماد ومقتله. جماعة الحوثي تستنفر في صنعاء تخوفا من اقتتال داخلي بعد مقتل الصماد. عدن تايم أوردت العناوين التالية: التحالف نتابع باهتمام ادعاء استهداف خيمة الزواج بمحافظة حجة، احتفاء يمني كبير بمصرع صالح الصماد، الحوثيون ينفذون أكبر عملية زرع ألغام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مقال للكاتب محمود ياسين تحت عنوان المجتمع كله ضدكم وفي انتظار طريقه للخلاص منكم. المجتمع كله ضدكم وفي انتظار طريقه للخلاص منكم، للكاتب محمود ياسين. أنتم لم تستقطبوا أحد، ذلك أنكم استحواذ جماعة مغلقة على نفسها صعدت بفشل الآخرين وانقسامهم، وليس بقدراتها غير القابلة للهزيمة. حتى الانقلاب تجد في النخب العسكرية والسياسية من ينضم إليها ويجد طريقته في تحقيق ذلك من خلال الانقلاب، ويحدث أن ينخرط كثيرون في السلطة الجديدة محتفظين بشخصيتهم وقناعتهم وملامحهم الاجتماعية. أنتم لستم حتى جماعة أيديولوجية يمكن الانضمام إليها، ذلك أن هذا الانغلاق والحصر يقابل بحصر مضاد وعنصرية مضادة، عنصرية مضادة وحصر لا يتقبلهما بعضنا، انطلاقا من الالتزام بتحييد الأمراض في مواجهة الأمراض، لكنكم تكرسونها أثناء تمسككم بالتميز والاستحواذ واحتكار حق إلهي حصري، ولم يعد متاحا حتى لبقية الجماعات الإسلامية على غرار. الحلم بالخلافة الذي يظل يوتيوبيا إسلامويا من نوع ما وشكل من حنين لحاكميه غير قابل للتحقيق على المدى المنظور، بينما حولتم الحق الإلهي لواقعية فادحة جعلت من الناس مشروع امتلاك وليس حتى مواطنة غير متساوية. عملية إعادة تأهيل ودورات للموظفين وعناصر الجيش في مشروع تذويب قسري لا علاقة له بتلك المشاركات التي ينضم إليها العسكريون وكبار موظفي الدولة مع الانقلابات. لن تظل راية التحالف الخارجي وأخطاؤه وضروب اعتداءاته تغطي وجودكم القسري المنفرد للأبد، سيتوقف المحرجون وطنيا عن كونهم كذلك، بينما تمضون حتى النهاية في سيناريو الفصل والاستحواذ، وكلما حققتم خطوة تبعتموها بأخرى انتهى بهذا التشريع للخمس
والأشبه بإعلان رسمي للاحتقار. حسناً، سيظل المجتمع عالقاً في حالته اليائسة، هذا لبعض الوقت، لكنه لن يظل عالقاً للأبد بين المستنقع المزمن للتدخل وبين المواطنة الذليلة في دولة تقوم على التمييز والغلبة. وإلى الصحف العربية والعالمية، والبداية من صحيفة عكاظ التي طالعتنا بالأخبار التالية. في ضربة نوعية، التحالف يصفي الصماد. ألغام إيرانية تقتل 147 مدنياً وتفكيك 300,000 في عامين. حملة عسكرية في تعز لبسط نفوذ الدولة. التحالف كل يمني مدني ما لم يثبت العكس. زعيم الحوثيين مرتبكاً ومنكسراً ينعي مصرع ذراعه الصماد. الوطن العمانية أوردت العنوان التالي. اليمن مقتل 5 جنود في حملة ضد الإرهابيين في تعز. الشرق الأوسط طالعتنا بالأخبار التالية. ترجيح سقوط قيادات أخرى مع الصماد في الحديدة وتعيين المشاط خليفة له. غارة للتحالف تطيح رئيس مجلس الإنقلابيين الحوثي. التحالف يعترض صاروخين أطلقهم الحوثيون على جيزان. الشرعية ترد على مقتل موظف دولي وحملة أمنية واسعة في تعز. الحكومة اليمنية تتمسك بإطلاق المعتقلين قبل أي تفاوض مع الإنقلابيين الحوثيين. منظمة حقوقية تتهم الحوثيين ببث الكراهية في المدارس. صحيفة ذا إيبوش تايم أوردت العنوان التالي. غارة جوية للتحالف بقيادة السعودية تقتل أعلى قيادي سياسي حوثي في اليمن. صحيفة يونيوز طالعتنا بالعنوان التالي. اليمن، وفاة رئيس المجلس السياسي الأعلى الحوثي في غارة جوية بقيادة تحالف في الحديدة. صحيفة البوانت الفرنسية أوردت العنوان التالي. اليمن، بعد 3 سنوات من النجاح المتمردون الحوثيون في موقع دفاعي. صحيفة الفيجارو طالعتنا بالعنوان التالي. اليمن، مقتل المسؤول السياسي للمتمردين الحوثيين. القناة الفرنسية تي في سانكا موند أوردت العنوان التالي. بعد 3 سنوات من النجاح الحوثيون يتهاون. مشاهدين الكرام، نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود لمناقشة قضية اليوم، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. فضحت وسائل الأعلام التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية نفسها بشأن بث خبر مقتل صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى جراء غارات لطيران التحالف. وأعلنت قناة المسيرة الاثنين 23 إبريل مقتل الصماد ومرافقيه في الحديدة جراء غارات استهدفته الخميس الماضي. لكن القناة ذاتها بثت خبرا تتحدث عن زيارة الصماد إلى مركز التصنيع الحربية بصنعاء. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي حافظ مراد. أستاذ حافظ. نعم، معكم أستاذ حافظ. نعم، كيف تفسر التناقض الكبير التي بدت عليه قناة الميليشيات بتناولها لطرح مقتل الصماد؟ أولا، التناقض الكبير الذي بدت عليه الميليشيات في تصريحها أولا بأنه زار مركز التصنيع الحربي لهم في نفس واليوم الثاني باغتياله، يعني مصرعه في غارة للطيران، تناقض كبير ويدل على مؤشر أنه تم تصفيته داخليا. إذا كانت أولا، إذا هو نحمل الخطوة، يعني إذا كان تم تصفيته عبر طيران التحالف فهذا مكسب كبير لطيران التحالف، للتحالف العربي كامل وللشرعية. وإذا كان تم تصفيته داخليا فهذا يحمل مؤشر خطير لصراع قادم، صراع الزيدية الهاشمية والزيدية القحطانية السبائية الحميرية التي لا ترضى بها الزيدية الهاشمية. نعم، كيف له أن يقتل الخميس الماضي ثم يأتي لزيارة مركز التصنيع يوم الأحد وتبثها القناة؟ هل هناك الآن يعني يكشف للمواطن حقيقة ما تقوم به هذه القناة من تلفيق وكذب على الناس؟ أولا، هو آخر ظهور للصماد كان في 11 إبريل، الظهور الحقيقي له. نعم. قبل الأمر بإخفائه والإقامة الجبرية له من سيد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي
والذي كان أبدى استياءه لفشل الصماد في عملية التعبئة والحشد واستقطاب مجندين جدد وضمهم إلى صفوف جبهاتهم، وأيضا عدم استطاعة الصماد في إقامة احتفالات ضخمة لإحياء ذكرى مصرع مؤسس الجماعة. هذا أساء أيضا أظهر استياء زعيم الميليشيات وأمر بإخفاء الصماد وقياده إلى جهة مجهولة في 11 إبريل. هذا حصل كما تم اختفاء، يعني نفس الطريقة التي تم اختفاء بها صالح حبرة من أجل اعتراضه على مخرجة الحوار. نعم. وهم لا يرضون بهذا، الذي يعارضهم أو الذي لا يستطيع قيام تنفيذ ما يريدونه هو لا يريده أصلا، وخاصة من هو محسوب على الزيدية القحطانية اليمنية السبائية الأصيلة. نعم. هل تم تصفية الصماد من فريق الصراع الحوثي الآخر وإيهام الناس أنه قتل بغارة جوية في الحديدة، وما سبب ذلك؟ حتى لو كان قتل بغارة جوية، نعم، فقد ربما تم إعطاء الإحداثيات من قبل الجماعات الحوثية، نعم، لعدم رضاهم بأداء الصماد وبتوجهاته. أيضا كان هناك، يعني لا أعتقد أن الصماد كان هدفا للتحالف العربي قبل عبد الملك الحوثي ومحمد علي الحوثي وعبد الكريم الحوثي الذي هو يعتبر الحاكم الفعلي للميليشيات في صنعاء الذي هو عم زعيم الجماعة. نعم. هل تقصد أنه حتى لو كان القصف من الطيران أنه كان هناك تعمد في كشف مكانهم من قبل الطرف الآخر؟ نعم، هذا لا شك فيه. مقتل الصماد هو أيضا امتداد لمخطط اغتيال صالح، وهذا كما كشفه لي أحد قيادة الميليشيات أمس في اتصالات لشبكة ريما الإخبارية. نعم. وقال إيران ضالعة في ذلك الاغتيال. نعم. أستاذ حافظ ابقى معنا، الآن ينضم الأستاذ سام الغباري. أستاذ سام، بدأ مؤخرا محمد علي الحوثي إعادة تشكيل الجان الثورية في المؤسسات الحكومية المحتلة، فهل تصفية الصماد تمهيدا لحل المجلس السياسي؟ أولا أختي الكريمة دعيني فقط أعلق على ضيفك الكريم الذي تحدث حول الزيدية القحطانية السبائية الذي تحدث حول هذا الكلام. الزيدية في الأساس هي الرافعة الحقيقية للهاشمي، ليس هناك زيدية قحطانية على الإطلاق. إن كان زيديا فهو مواليا لما يسمى بمصطلح الخرافي مصطلح آل البيت. مصطلح على البيت هو تخديث الهاشميين وجعلهم حكاما على اليمنيين، فهناك شيء اسمه زيدية قحطانية. هذا الأمر الأول. نعم. الأمر الثاني، عندما تحدث وقال أن الحوثيين هم الذين زودوا التحالف بإحداثيات صرح الصماد، أعتقد هذه خطة عجيبة ولا أدري أنا كيف وصل إلى هذا الاستنتاج. معروف عن صرح الصماد أنه عنصري أكثر من عبد الملك الحوثي، وتشدده العنصري يعني واضح في كل خطاباته، واضح في كل حواراته وما إلى ذلك، وفي أيضا الخطوة التي كان يلقيها في الجمعة. نعم. في تضامنه والواسع والإخلاص الواسع لعبد الملك الحوثي ولسادته من قبل من الدين المؤيدي وحمود عباس المؤيد وبدر الدين الحوثي. فبالتالي هذه الفرضية ليست مناسبة أو ملائمة للتحليل أيضا بذاته. نعم. بالنسبة لمحمد علي الحوثي، بالطبع محمد علي الحوثي كان يشعر في لحظة من اللحظات أن صالح الصماد سحب عليه البساط، خصوصا بعد إقامة أو تشكيل المجلس السياسي أو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى الذي تم فيه التحالف مع المؤتمر الشعبي عن جناح الزعيم صالح رحمه الله. نعم. والحوثيين جاء الجناح السياسي للحوثيين الذي كان يمثله صالح الصماد ويوسف الفيشي. عندما اضطر محمد علي الحوثي وهو اضطرار التقية لأن يسلم ما كان يقول أنه انتقال سلمي للسلطة، وهذه إحدى النكت السوداء الغادرة في التاريخ اليمني. نعم. عندما سلم السلطة لصالح الصماد في القصر الجمهوري المحتل داخل العاصمة صنعاء، شعر محمد علي الحوثي أن هناك أنه غاب فعلا عن المشهد الحقيقي ولم يعد الرجل الأول داخل العاصمة صنعاء والرواحية أو المناطق التي نزل مسيطرا عليها. وبالتالي فإن غياب صالح الصماد وظهور مهدي المشاب ومن الشخصيات الضعيفة والشخصيات التي مصابة بشيزوفرينيا عنده خصام شخصية واضح ومعروف، وهو رجل مدمن أيضا للقات ومدمن لأشياء أخرى، وبالتالي فأنا أعتقد أن غير صالح الصماد سيشكل إعادة إحياء لروح محمد علي الحوثي وإعادة سيطرته على مقاليد الأمور داخل العاصمة صنعاء. لكن هل سيستمر محمد علي الحوثي رئيسا للجان الحوثية؟
أم أن هناك من سيأتي ليقضي عن هذا الموقع؟ هذا الأمر وهذه التساؤلات تكشف عنها الأسابيع القادمة إن شاء الله. نعم، هناك كانت خلافات داخلية ومعروفة كانت ما بين التخوين وبين أنه تصفية لأبناء القبائل من رأس الهرم الحوثي، لكن ما دلالات تصفية الصماد في هذا الوقت؟ بالطبع الهاشميين هم مغرورين أصلا بنسبهم ويعتقدون أن نسبهم يتصل إلى النبي صلى الله عليه، وهذا أمر لا يستطيع أحد إثباته إلا عبر فحوص الدي إن إيه التي تثبت عمليا هذا الأمر، حتى وإن ثبت هذا الأمر هذا الأمر ما يخص وليس ولا يعدو شأن اليمنيين شأن خاص وشأن خاص قريش وكافة أنسابها، ولا يخص اليمنيين على الإطلاق. لكن إذا كان صالح صماد يعتبر من أبناء القبائل اليمنية لكنه يعني كان عنصريا، كان يطبق حرفيا ما يقوله الحوثيين هو ما يقوله عبد الملك الحوثي وسادته. عندما تستغل العقيدة الزيدية المشتركة داخل قلب وعقل وضمير أي إنسان فإنه يتحول إلى كائن آخر أو يتحول إلى عبد ويعتقد أنه يقرب إلى الله تعالى. نشاهد أو نلاحظ أيضا محمد البخيجي، محمد ناصر البخيجي هو نسخة أخرى من صالح الصماد، لكنه لم يكن مقربا، لم يكن من أبناء الصاعدة ليكون مقربا ليصل إلى أماكن أو مناصب أقوى مما هي عليه مما هو عليه الآن. وبالتالي أنه محمد البخيجي مثلا و صالح الصماد وصالح حبرة وما إلى ذلك من الشخصيات، هؤلاء هم زيديين حقيقيين، هؤلاء زيديين تشبعوا في الزيدية المتطرفة التي تعتقد أن حق الولاية للبطنين دونا عن سائر اليمنيين. وبالتالي لا أعتقد أن هناك محاولة تصفية مثلا لصالح الصماد، رغم أننا في بداية عملية الاغتيال لصالح الصماد اعتقدنا أن هذا الأمر جائز، لكن الصور التي نشرها التحالف العربي أثبتت بنرى إذا مجالا للشك أنها كانت عملية نوعية استخباراتية محنكة ودقيقة لاستهداف الرجل الثاني من قبل التحالف العربي، الرجل الثاني الذي وضع ضمن خانة الإرهابي من قبل التحالف العربي. طبعا وضع صالح الصماد الرجل الثاني بعد عبد الملك الحوثي يؤكد أن التحالف العربي كان يعرف من هو صالح الصماد، كان يعرف قدره وتحركاته وهجمه على المستوى الحركة بشكل عام. نعم، هل مقتل أو نقول مصرع صالح الصماد في هذا التوقيت الآن مع تحرك الآن جبهة الساحل الغربي تربك مقاتلي الحوثي هناك؟ بالتأكيد أي خسارة على الحوثيين حتى وإن كانت قيادات وسطية هي خسارة تربكهم فعلا، لكن الحوثيين يجب أن نفهم أنهم مجموعة من العصابات الذين لديهم القوات يعني القادة الاحتياطيين لهذه المسألة. يعني مثلا عندما مات حسين الحوثي أو عندما صرع حسين الحوثي في الحرب الأولى جاء عبد الملك الحوثي، وإذا قتل أيضا عبد الملك الحوثي سيأتي سلاح من الحوثيين ليحل محله، وبالتالي نحن أمام عصابة لها منهج فكري وثقافي معين، يعني سواء كنا ضد هذا الفكر أو كنا معه لكن هم يحملون ملازم. نعم، الملازم الفكرية وأي جماعة لديها كتاب التي يمكن أن تكون خطورتها أشد وأمضى من أي عصابة إرهابية يكون لديها دواعي مثلا مالية أو دواعي لصوصية أو ما إلى ذلك. نحن أمام جماعة يجب عندما أن يتكتها عسكريا أن يتم تجريم فكرها كما تم تجريم فكرة النازية العرقية داخل ألمانيا. حتى هذه اللحظة ما زال الأمريكيون وما زالت القوى الغربية الفاعلة تنشئ وتصدر أفلاما تدين النازية الهتلرية داخل ألمانيا. لماذا هذا الأمر بعد مرور 70 عام على نهاية أو وفاة النازية؟ كي لا يحاول النازيون الجدد أو من في رأسهم أوهام وأحلام اليقظة أن يعود النازية إلى الواقع. وبالتالي يجب تدمير هذه القوة العسكرية للحوثيين. نعم، ثم تجريم فكرهم تجريما واضحا. نعم، تجريما دستوريا. نعم، حيث أن من يقول أنه خارج إطار الهوية اليمنية يتم تجريمه ومحاكمته من الدستور والقانون. هل بدأت الآن مرحلة التصفيات في أبناء القبائل اللي هي القيادات الكبيرة المقربة من عبد الملك الحوثي، وما مدلول تعيين مهدي المشاط؟ طبعا مهدي المشاط ليس هاشميين كما أعتقد. مهدي المشاط شخصية مقربة من عبد الملك الحوثي لكنه متزوج من هاشمية، وبالتالي فإن هناك نوع من الارتباط العائلي او النسب العائلي والمصاهره بينه وبين الحوثيين.
لكن انا في تصوري ان من تشرب الفكره الحوثيه من تشرب الفكره الزيديه الهذويه داخل مناطق القبائل صار واحدا من قبائل الزندي الذين يجب ان اعاده تاهيلهم تاهيلا قاسيا تاهيلا واضحا، وخصوصا اذا حمل السلاح يجب مواجهته بالسلاح ايضا. مساله تصفيه ابناء القبائل يجب ان يفهم الجميع ان الحركه الحوثيه ليست بالسهوله التي نعتقدها، ولو كانت بهذه المستوى بهذه الحماقات لما استطاعت الدخول الى العاصمه صنعاء والضحك على جميع اقطاب القوى السياسيه واثاره الفتنه بين الرجلين القويين داخل اليمن علي محسن وعلي عبد الله صالح رحمه الله، واثاره ايضا وتضويع ايضا الاحزاب السياسيه والمشايخ وقياده الدوله لخدمه احزابهم المرحليه واحزابهم الاستراتيجيه ايضا السياسيه. وبالتالي لا اعتقد ان الحوثيين بهذه الغباء وهذه الحماقه حتى انهم يقوموا بعمليه تصفيه، خصوصا وان الصواريخ وان الحرب وان الناس تحشد ضدهم ويمارسوا عليهم الكثير من الحروب في مختلف الجبهات. فبالتالي هذه افتراضيه لا اعتقد انها قائمه بذاتها الا اذا وردت معلومات اكيده ومؤكده واعتبرت فيها تؤكد هذا الكلام، اما دون ذلك فسيبقى الامر مجرد تحليل ليس له اي اركان ليكون قائم بذاته. نعم. ما هو السيناريو المتوقع بعد تصفية أو نقول استهداف الصمد؟ ليس هناك أي سيناريو متوقع، يجب أن يستغل القوات الحكومية وقوات المقاومة الوطنية وقوات المقاومة الجنوبية وكل القوات التي تعتبر الحوثي هدفا لها وعدوا لها، يجب أن تستغل هذه الفرصة لمزيد من التحشيد الإعلامي. يجب أن نستفيد من هذه الاغتيالات التي تحدث والتصفيات التي تحدث أو حتى الاستهداف الذي يحدث داخل جماعة الحوثيين للوصول إلى قناعة داخل الحوثيين أنه يجب أن يستسلم ويجب أن يسلم السلاح وفق ضمانات معينة وفق محاولة بناء شراكة حقيقية والإيمان بمرجعية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرار الأممي 2016. دون ذلك لا أعتقد أن الحوثيين يمكن أن يستسلموا، دون ذلك لا أعتقد أننا نستفيد بحزيمة الحوثيين ما لم ندرك ان اسباب القوه يجب ان نستغلها استغلالا واضحا ومركزا ودقيقا. نعم استاذ سام شكرا جزيلا لك. اعود لسؤال الاستاذ حافظ مراد. استاذ حافظ الآن مرحلة تصفيات تمت وهي كانت مسبقا بين الميليشيات ما بينها البين بين قياداتها كانت بدأت بالتخوين في السرقات ثم لوبيا تحدث الآن، هناك الآن تصفيات لأبناء القبائل، ما مدلول تعيين المشاط هو أيضا من أبناء القبائل رئيسا بدل الصمد؟ المشط سيقوم بدور كبير في تصفية عدد من الشخصيات القبلية المناوئة لهم، وسيتم حتى من الشخصيات التي الآن كانت تابعة للمؤتمر الشعبي العام والذي تقبع في سجون الميليشيات سيتم تصفيتها عبر الصمد وعشان المشط. ولا تنسوا مقولة المشط بأنه سيذبح تعز عن بكرة أبيها وينفيها من الوجود في سويسرا في جنيف قبل عامان. نعم. توعد بتعز وبصنع تعز، وهذا مشروع خبيث جدا ومدمر وقاتل لليمن ولليمنيين. نعم. ايضا توضح النقطه الذي قبل ان يقطع لي الاتصال قبل قليل. تفضل. كان الرئيس علي عبد الله صالح الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح كان قبل موته يطلق على نفسه الزعيم علي عبد الله صالح العفاشي الحميري السبئي، وهذا كان ما يغيظ الميليشيات الحوثية. نعم. كان يغيظها وبدأت بتصفيته من أجل هذا الكلام، من أجل وبدأ الصراع بين الصراع القحطاني الهاشمي ابتداء من كلام الزعيم علي عبد الله صالح. أيضا الصمد لم يكن هاشمي، وصالح هبرة لم يكن هاشمي، وكثير من القيادة الآن الحوثية لم تكن هاشمي وسم تصفيتها قريب. نعم. هل تعتقد أنه الآن بدأ ما يسمى تكسير العظم ما بين القيادات الحوثية ما بين القبائل والهاشميين؟ عيد الكلام، عيد السؤال. أقصد الآن هل هي هذه مرحلة تكسير العظم بين القيادات الحوثية إن كانت هاشمية أم قبائل؟ ليس تكسير فقط وإنما تصفير دورهم وإنهائهم. نعم.
نعم شكرا جزيلا لك حافظ مراد، وكذلك أشكر الأستاذ سام الغباري. إذن مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، لم يبقى لدينا إلا رسوم الكاريكاتير، وحتى الملتقى أترككم في أمان الله.